نجم من نجوم الإعلام، صاحب مدرسة خاصة ومشي على خطاه كتير بعده، والخطوط الحمراء بالنسبة لي هي مكانه المفضل لبداية الحوار مع ضيوفه. أعتقد بسببي هلأ عم بحكي جد، في واحد توفى رحت لعنده، بعد فترة رحت عند حدا تاني كمان عمل حادث سير وتوفى، واحد رابع قال لي رح أنا يصير بدي طبيب نفسي بسببك. سؤال مباشر، اللي حصل يوم 7 أكتوبر خدم القضية الفلسطينية؟ أكتر حاجة وحشاك في لبنان إيه؟ اللي متعود عليها وحياتك فيها؟ حب لبنان اللي بطل موجود. تقر وتعترف إنك قبل كده قلت أنا بستمتع ببكاء ضيوفي، ما كنتش موفق في التصريح ده، بس أكيد في شخص معين أثر فيك قوي. إنه زعلني وأنا زعلت زعلت منه قوي. إنه هو زعلني طارق نور. الإعلامي توني خليفة في حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم، الخميس والجمعة 7 و8 ديسمبر الساعة 10 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.